الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل سبحانه في كتابه الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين، القائل في حديثه الشريف: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخير ما نستهل به احتفالنا اليوم تلاوة عطرة من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ إبراهيم عبد الحي. والليل إذا سجى
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، معالي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، معالي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، السيد الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، السيد الأستاذ الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، الحضور الكريم من السادة رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، الضيوف الكرام، أهلا ومرحبا بكم في رحاب جامعة المنصورة للاحتفال بإنجاز 1000 حالة زراعة كبد. أصحاب المعالي، الضيوف الكرام، تعتبر الجامعة في أي مجتمع مؤسسة محورية لا غنى عنها، فهي المؤسسة التعليمية والتكوينية العليا التي تتولى نقل المعارف والمهارات من خلال التعليم وإنتاج المزيد من المعرفة من خلال البحث العلمي وتنمية المجتمع من خلال توظيف واستثمار تلك المعرفة إلى جانب قيادة الحركة الفكرية والثقافية والعلمية من خلال ما تنتجه النخبة الجامعية من تأليف وإبداع ومهارات. جامعة المنصورة هي الجامعة السادسة من حيث النشأة بين جامعات جمهورية مصر العربية، وتعد من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم. وقد نجحت جامعة المنصورة في التفوق على نفسها متقدمة 200 مركز دولياً مقارنة بالأعوام السابقة طبقاً لتصنيف شنغهاي للجامعات. تعتبر جامعة المنصورة من الجامعات الذكية، حيث أنها الأولى في التحول الرقمي وتقدم خدماتها بشكل إلكتروني، كما أنها تضم 10 من المستشفيات والمراكز الطبية. هي أول جامعة مصرية حكومية تحصل على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كما أنها حصلت على المراكز الأولى في العديد من جوائز التميز الحكومي. جامعة المنصورة تاريخ عريق ومستقبل واعد، والآن مع عرض فيديو عن تاريخ جامعة المنصورة. بدأت جامعة المنصورة بحلم أبناء المنصورة بإنشاء جامعة بمدينتها. في عام 1950 طلب وفد من أبناء المنصورة مقابلة عميد الأدب العربية ووزير المعارف حينها الدكتور طه حسين لينقلوا إليه رغبتهم الجادحة في إنشاء جامعة تخدم أبناء الدقهلية، وعرضوا التبرع بما يمكنهم لتحقيق هذا الحلم. وفي مارس من عام 1951 قام الدكتور طه حسين بزيارة مدينة المنصورة التي قدم أبناؤها أروع صور الإيثار وحب العلم، فتبرع الرجال بأموالهم وتبرعت السيدات بحليهم. وفي هذا اليوم اقترح الدكتور طه حسين أن تكون كلية الطب هي نواة الجامعة الجديدة. تأخر الحلم 10 سنوات
حتى تم إحياؤه بإنشاء كلية الطب بالمنصورة كفرع لجامعة القاهرة. وفي عام 1962 في هذا المبنى العريق ولدت كلية الطب على يد مؤسسها الراحل الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو النجا. وتم استقبال أول طالب بكلية الطب في تنسيق الجامعات. وفي عام 1969 أنشئت كلية العلوم والتربية لتقدم الكليات الثلاثة خدماتها جنبا إلى جنب مع المعاهد الصناعية والزراعية والتجارية العليا. وأخيرا في أكتوبر عام 1972 تحقق حلم الجامعة وصدر القانون رقم 49 متضمنا إنشاء جامعة بالمنصورة تحت اسم جامعة شرق الدلتا لتصبح سادس جامعة مصرية. ولم تمض شهور قليلة في أغسطس 1973 استعادت الجامعة الاسم الذي كان مقدرا لها منذ البداية وهو جامعة المنصورة. وفي نفس العام صدر القرار الجمهوري بتعيين الدكتور عبد المنعم البدراوي أول رئيس لجامعة المنصورة. في سباق مع الزمن لإنشاء مباني الجامعة الجديدة تضافرت جهود قيادات الدولة مع مؤسس الجامعة للارتقاء بها، فتحولت المعاهد العليا إلى كليات الهندسة. والتجارة والزراعة. وأصبحت الصيدلة كلية مستقلة. وأنشئ اتباعا باقي الكليات. أما القطاع الطبي فقد كان له نصيب بأن يكون من علامات التميز المضية بجامعة المنصورة، فمنذ اللحظة الأولى لإنشاء المستشفى الأميري عام 1947 رافقه حلم بأن يكون هذا المستشفى هو المستشفى الجامعي لجامعة المنصورة. وأنشئ مركز الكلى والمسالك البولية كأحد أهم المراكز في مجاله بالشرق الأوسط، ثم تولت المستشفيات والمراكز الطبية للجامعة. وكان لجامعة المنصورة رؤية مستقبلية لمكانة العمل الجامعي من خلال إنشاء أول مركز حساب علمي للجامعات المصرية عام 1980. ثم استمرت عملية التعايش بين الجامعة والتكنولوجيا الرقمية إلى أن قررت الجامعة إنشاء وحدة البحث والبريد الإلكتروني بكلية الهندسة منذ 1995 وحتى 1997. وفي عام 1998 تم إنشاء أول مركز تقنية الاتصالات والمعلومات والذي يمثل بيت خبرة لإنتاج الأنظمة الإلكترونية. واليوم يدفعنا هذا التاريخ المشرف لجامعة المنصورة إلى تجديد العهد والعزيمة على استكمال الإنجازات والتي بدأت بالفعل تؤتي ثمارها. والآن مع كلمة السيد الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، معالي الوزير الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، معالي الوزير الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، معالي الوزير الأستاذ الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، معالي الوزير الأستاذ الدكتور سيد عبد الخالق
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، معالي الوزير الأستاذ دور الهلال الشربيني وزير التربية والتعليم الأسبق، الأخ العزيز معالي الأستاذ الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، معالي الأستاذ الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أصحاب السعادة رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، السادة رؤساء ونواب جامعة المنصورة السابقين والحاليين، السادة ممثلي الأزهر الشريف والكنيسة، السادة أعضاء الهيئات السيادية، السادة العمداء الكليات وأعضاء هيئة تدريس بالجامعة، السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، زملائي الأعزاء من رجال الإعلام والصحافة، أهلا وسهلا بحضراتكم في رحاب جامعة المنصورة. طبعا حضراتكم عارفين ان محافظه الدقهليه تقع في شمال شرق الدلتا بجمهوريه مصر العربيه وعاصمتها مدينه المنصوره. تبلغ مساحه المحافظه 3500 كيلو متر مربع، فيها 18 مركز. ايضا هؤلاء اعلام ومشاهير محافظه الدقهليه. مدينة المنصورة هي عاصمة محافظة الدقهلية، وبالتالي هنتحدث عن جامعة المنصورة بتاريخها الحديث منذ أن أنشئت عام 1972 والتي مضى عليها 50 عام. من خلال جامعة المنصورة في أرقام وحقائق، استراتيجية جامعة المنصورة، جامعة المنصورة وأفاق المستقبل. جامعة المنصورة الوليدة أصبحت أم نظرا لأن جامعة دمياط استقلت عنها في عام 2012، وكذلك تم إنشاء جامعة المنصورة الأهلية عام 2022. تقع جامعة المنصورة في مساحة 300 فدان، فيها 18 كلية، فيها 10 كليات حصلوا على الاعتماد الأكاديمي، في كليات حصلت للمرة الثانية وفي كليات للمرة الثالثة. لدينا 18 برنامج من البرامج النوعية المعتمدة. لدينا عدد طلاب في المرحلة الجامعية الأولى 170 ألف طالب. لدينا 55 برنامج في البرامج المميزة بالمرحلة الجامعية الأولى. لدينا 42 ألف طالب في مرحلة الدراسات العليا، وأيضا 897 برنامج، منهم 56 برنامج مهني ونوعي في مرحلة الدراسات العليا. عندنا الحمد لله بنمتاز بقوة ناعمة 12000 طالب من 54 دولة من الطلاب الوافدين. لدينا 109 اتفاقية دولية و202 مبعوث في خلال آخر 10 سنوات. الحمد لله لدينا طفرة في مجال البحث العلمي، ما يقرب من 20000 بحث منشورين في مجلات دولية بقاعة سكوبس آخر 10 سنوات. عندنا صرح طبي ممثل في 10 مستشفيات ومراكز طبيه، ومعالي الوزير شرفنا بزياره جزء منه النهارده. المستشفيات الطبيه فيها سعه 3500 سرير، وايضا عندنا 2400 طبيب، والمستشفيات والمراكز الطبيه بتستوعب سنويا ما يقرب من 1,800,000 متردد على هذه المستشفيات ومراكز الطبيه. الحقيقة أنا بطرح سؤال: لماذا نحن متميزون؟ هل يعني لم أركز في هذا السؤال لأن نحن فعلا كجامعة متميزون، وهذا الأسباب الآتية: أول جامعة حكومية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. تم اكتشاف أيضا المنصورة سورس والذي قام به مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقرية. كذلك يوجد لدينا زي ما ذكرت 10 كليات معتمدة من أصل 18، وفي 18 برنامج نوعي معتمدين. ايضا الجامعه حصلت على المركز الاول في التحول الرقمي بجوائز مسابقه وزاره التعليم العالي عام 2020، وحصل مركز التربيه على المركز الاول في عام 2020 ايضا. والجامعه حصلت على المركز الاول لافضل موقع الكتروني بجوائز وزاره التعليم العالي عام 2021. حصلت الجامعه على المركز الاول في فئه الجامعات قديمه النشاه ولها اعلى تاثير في النشر الدولي بجائزه وزاره التعليم العالي وبنك المعرفه 2021. كذلك حصل فريقين من العمل، فرق العمل بجامعة المنصورة، فريق التطوير المهني بكلية التجارة وفريق التطوير الريف بمشروع حياة كريمة، من أحسن 10 فرق على مستوى الجمهورية في مسابقة وزارة التخطيط عام 2022. وكذلك جامعة المنصورة من أفضل 10 فرق على مستوى الجمهورية في عام 2022، فرق تكافؤ الفرص وتمكين المرأة.
حصول خمس كليات من افضل 10 كليات على مستوى الجمهوريه، الهندسه والطب وطب الاسنان والطب البيطري والحقوق، وتعتبر الحقوق اول ظهور لها في مستوى الكليات النظريه على مستوى الجمهوريه. من 500 كليه كانوا متدخلين في المنافسه في عام 22. كليه الهندسه حصلت هذا العام على جائزه المركز الاول للتميز الحكومي فئه الكليات على مستوى الجمهوريه. ايضا فازت جامعه المنصوره المركز الاول على مستوى الجامعات في مشروع ورقه السياسات الخاصه بالتهرب الضريبي في المهن غير الحره، في المهن الحره غير التجاريه. وكذلك مكتب التايكو حصل على المركز الاول. ايضا اول جامعه تتلقى مبادره تدريبيه من مايكروسوفت لتمكين منسوب الجامعه من قيام بتقييم البرامج. تكريم مركز الاورام من فخامه رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات افتتاح المنصوره الجديده، وده يعتبر مركز معترف به حاليا من الاتحاد الاوروبي في التدريب على جراحات الاورام النسائيه من الجمعيه الاوروبيه للاورام النسائيه. كذلك الامر مركز الجهاز الهضمي، احنا بصدد الاحتفال به النهارده بزراعه 1000 حاله كبد، ليحتل المركز الثالث على مستوى العالم بعد كوريا والهند. ايضا لدينا صفح علم وبحث وتدريبي على مستوى العالم، هو مركز الكلى والسلك البوليه، وقام بزراعه 3300 حاله زراعه كلى. طبعا معالي وزير التعليم العالي معالي الاستاذ الدكتور محمد ايمن عاشور اطلق الاستراتيجيه الوطنيه لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي في 7 مارس الماضي، وهي بتتكلم عن 7 عناصر: التكامل، التخصصات المتداخله، الاتصال، المشاركه الفعاله، الاستدامه، المرجعيه الدوليه، الرياده والابداع. والحقيقه في تحالف ان شاء الله هيكون غدا في الدلتا في مقر جامعه طنطا، انما احنا بنتكلم فقط عن موقف جامعه المنصوره. هل احنا المرحله اللي مضت والمستقبل بيتفق مع الاستراتيجيه، ولا احنا بعيد عنها ام قريبين منها؟ ده اللي هنعرض عنه في عجاله. من حيث التكامل، احنا لدينا شراكات في الدوليه وفي مجال التعليم والتدريب. عندنا برنامج يعتبر الوحيد على مستوى الجمهوريه، برنامج المنصوره مانشستر الطبي بكليه الطب بالتعاون مع جامعه مانشستر بانجلترا. وكذلك كليه طب الاسنان دخلت في هذا المشروع، وايضا نحن في انتظار ايضا كليه الصيدله في اعداد هذا المشروع. كذلك عندنا برامج متعدده في كليه الهندسه، هندسه الاتصالات والحسابات والهندسه الطبيه بكليه الهندسه مع جامعه ليوفيل بامريكا. ايضا عندنا 109 اتفاقيه دوليه في معظم دول العالم في كافه التخصصات سواء الدول العربيه او الدول الاجنبيه. تم اختيار فقط العرض لهم 35 من اصل 109. ايضا عندنا شراكات محليه مع المجتمع المحلي والمجتمع الصناعي والاعمال، 130 اتفاقيه دوليه على سبيل المثال اداره الحرب الكمامه وزاره الدفاع، وايضا مع جامعه المنصوره الاهليه والهيئه العامه للاعتماد والرقابه الصحيه، يعني عديد من الاتفاقيات الدوليه. من حيث التخصصات المتداخله، لدينا برامج في الدراسات العليا زي الهندسه الطبيه والحيوان كليه الهندسه، برنامج هندسه الميكروترونكس بكليه الهندسه، وبرنامج خاص ايضا في التكنولوجيا واداره البيئه، وايضا برنامج طب الاسره بكليه الطب. عندنا مشروعات بحثيه بينيه ايضا، مشروع انتاج خلايا شمسيه من الجيل الرابع، ومشروع تحليه المياه البحر وانتاج الكهرباء، وتقييم البيئه الزراعيه، وخلايا الوقود، واستزراع الطحالب وانتاج مكملات الغذاء، ومشروع تطوير اسفلت ذكي له قدره على توليد الطاقه، ومشروع الحرم الجامعي الذكي، ومشروع جينوم. لدينا مراكز متخصصه على سبيل المثال مركز مكتب التايكو، ومعمل القياسات البيئيه بكليه الهندسه، محور الاتصال الفعال. عندنا شؤون يعني خدمه المجتمع وتنميه البيئه بتقدم خدمات ايضا في مجال التحول الرقمي سواء اعضاء هيئه التدريس او صندوق الرعايه الطبيه او رعايه الطفوله او اسكان اعضاء هيئه التدريس بارقام على مدار الثلاث سنوات الماضيين. كذلك الامر عندنا صالون ثقافي ورابطه للخريجين. وعندنا مركز ذوي الهمم وفي انشطه بتقدم له اسبوعيا وشهريا. وكذلك مراكز استشاريه زي مركز الدراسات والبحوث والدراسات الهندسيه بكليه الهندسه، مركز الخدمه العامه للسياحه السياحيه والفندقيه، ومركز التدريب الاداري والاستشارات ده اللي موجود في كليه التجاره واخد اعتماد.
ايضا عندنا منصه معارف المجانيه، عدد الكورسات المقدمه المتاحه 70 كورس، وعدد المشتركين فيها 6600 مشترك. لما جينا نحسب احنا في من منظومه الشكاوى عن عام 22، وجدنا في 31 ديسمبر الماضي وصلنا نسبه الرد والاستيفاء 99.7 بالنسبه لمنظومه الشكاوى الحكوميه على مستوى الجمهوريه، واخذنا رقم واحد في الرد على الشكاوى كلها. ايضا في انشطه في القريه الاوروبيه ونادي النيل، وعندنا ايضا دار الضيافه بالاضافه الى فندق الجامعه. المشاركة الفعالة الحقيقة عندنا قوافل خاصة بخدمة المجتمع. لو جينا نتكلم عن القوافل الشاملة عندنا 37 قافلة بيخدموا 6600 مواطن على مستوى الجمهورية. قوافل حياة كريمة 24 قافلة فيها 20,000 استفادوا منها. قوافل جسور الخير 18 قافلة اللي استفاد منها 55,000، في منهم حالات تم تحويلها من المحافظات الحدودية 785 حالة بيتم إنشاء لهم ملفات هنا داخل مستشفيات الجامعة، ويتم متابعتهم والرد على حالاتهم إجراء عمليات بتكون أشد خطورة. أيضا عندنا قوافل طبية متخصصة 82، عندنا قوافل بيطرية 55، في قوافل زراعية 5، قوافل التمريضية 82، والسيادة النائب بشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بيكون مرافق للقافلة في كل مرة. عندنا نهاية الشهر ده الأسبوع القادم يوم السبت قافله ايضا طالع شمال سيناء لابنائنا. في دعم انشطه ايضا اجتماعيه للمستفيدين من المبادرات اللي بتهتم بمشاركه خدمه المجتمع فيها من خلال الجامعه. عدد المستفيدين فيها 18,500، وهي عدد الندوات 222 ندوه. المحو الامية احنا الحمد لله محققين فيها مركز اول ومركز ثاني، يعني يناير 2023 مركز ثاني، والسنه الماضيه مركز اول. برامج زراعه الاعضاء عندنا 1000 حاله النهارده بنحتفل بيها، وعندنا مركز الكلى 3300 زراعه كلى. ايضا دي من حيث عندنا 3500 سرير، وعندنا 1,800,000 و10 مستشفيات. يعني الحمد لله وصلنا نسبه انجاز في قوائم الانتظار 91%، وكذلك مشتركين في المبادره الرئيسيه خاصه بالقضاء على فيروس سي. جائحة كورونا الحمد لله الجامعة كان لها دور كبير جدا في جائحة كورونا في إنشاء أو تأسيس 130 سرير بتكلفة إجمالية 52 مليون جنيه، والحقيقة رجال الأعمال والمتبرعين في محافظة الدارية كانوا أكثر دعما للجامعة في الكورونا وقبل الكورونا وبعد الكورونا، وتم تصنيع كمامات أيضا في عهد الجامعة وتطعيم منسوب الجامعة. ايضا دعم وتقديم استشارات التشجيع لرياده الاعمال، عندنا ايضا خدمات بتقدمها في الجامعه. المركز التطوير المهني بالجامعه عندنا 3 مراكز موجوده في مجمع الخدمات الطلابيه مركز، ومركز في كليه التجاره، ومركز في كليه الهندسه، اللي بتعاون مع مع الجامعه الامريكيه. في انشطه ايضا بيتم تناولها. من حيث استشراف المستقبل عندنا مشروع مركز الاورام الجديد ده ان شاء الله تحت الانشاء، وكذلك مبنى طلابي مركزي لكليه الهندسه تحت الانشاء، وايضا مركز الاختبارات الالكترونيه الاسبقيه الثانيه اللي تم افتتاحها النهارده اللي بتسع حوالي 1,600 جهاز، باجمال النهارده عندنا 6,000 جهاز ممكن يقرا عليه امتحانات الكترونيه. عندنا ملحق اداري بكليه الحقوق ان شاء الله ده الاخراج اللي هيكون خلاله. المبنى التعليمي مانشستر بكليه الطب ان شاء الله هيكون ده من المشروعات المنتظره. الاستدامه نشر ثقافه اداره النفايات والتخلص الامن من النفايات الصلبه وتشجيع اعاده التدوير، وكذلك تشجيع ودعم المشروعات البحثيه اللي بتخدم اهداف الاستدامه. ايضا عندنا العماره المحليه المستدامه، عندنا تصميم مبنى صديق للبيئه، دي مشروعات ايضا يعني بيتم القيام بها، والروبوت التعليمي الذكي، وغواصه مائيه تعمل عن بعد، ودي الحاجات انا شفتها اصلا على الواقع مع الطلبه والاساتذه في كليه الهندسه. ايضا في مقررات بيتم تدريسها في مرحله الدراسات العليا ومرحله البكالوريوس بتخدم ايضا الاستدامه. دي كلها ماجستير او دبلوم في مواد متعلقه بفكره الاستدامه. دي كلها مقررات. ايضا جائزه احسن بحث تطبيقي في اسبوع القاهره للمياه حصلت عليها الجامعه.
وايضا عندنا بنكمل فيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية، مشاركة الجامعة المنصورة في منتدى الجامعات الحكومية لمواجهة التغيرات المناخية، وفي كتاب زمايلنا الدكتور محمد الغالي ودكتور احمد الناوي تم تأليفه جزء منه على مستوى العالم. ايضا في مؤتمر عقد بكلية الحقوق عن الجوانب القانونية الاقتصادية للتغيرات المناخية في مارس الماضي، وتم تنظيم عدد من الندوات وتم تعيين منصب لها الدكتور مصعد سلامة، ودي مستمرة حتى نهاية العام تنفيذا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات. حقيقة جامعة المنصورة ضمن تصنيف الكيو اس الاستدامة لعام 2023، يعني حققت إنجازات من 550 ل 600. المحور قبل الأخير المرجعية الدولية، احنا عندنا التصنيف دولي مشهور جدا زي ما حضرتك عارفين، تصنيف شانل لاي. الجامعة المصرية الوحيدة التي قدمت 200 مركز دولي آخر 3 سنوات، حصلنا على المرتبة الأولى في تخصص الطب السريري، وظهرت منفردة في تخصص هندسة الاتصالات في عام 2022. أيضا تصنيف تايمز للجامعات الاقتصادية الناشئة، الجامعة المصرية الوحيدة ضمن أفضل 100 جامعة، والمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية العام الثاني على التوالي. ايضا تصنيف يو اس نيوز الامريكي المرتبه الثانيه على مستوى الجامعات المصريه العام 23، المرتبه الثامنه على مستوى افريقيا، و447 عالميا بتقدم السنه دي عن العام الماضي 30 درجه. الطلاب الوافدين عندنا اكثر من 12000 طالب وافد من 54 جنسيه مختلفه. طبعا ده اجمالهم كان عام 2020 4900، النهارده وصلنا ل 2023 للعدد اللي هو اكثر من 12000 بنسبه زياده في عام 2023 178.6%. دي اهم الجنسيات الدول اللي معانا في جامعه المنصوره. في خدمات لازم نقدمها، طبعا وزاره التعليم العالي في موقع ادرس في مصر، في عندنا نظام للتسكين، رعايه طبيه، نادي الطلاب الوافدين، عندنا دليل الطالب الوافد، عندنا الحضانه الدوليه عندنا للطلبه الوافدين دي خدمه بنقدمها لهم، والموبايل ابلكيشن واستغراق وتجديد التاشيرات اللي هي خاصه بيهم، كل ما يتعلق بالطلبه الوافدين بنقوم بيه على اكمل وجه، وده سبب ان احنا الوحيدين في الدلتا نمتلك 12000 طالب من اجمالي 15500 اللي موجوده في الدلتا كلها. ايضا في عندنا اعتماد دولي ودرجات علميه مشتركه كليه الطب وكليه الهندسه وكليه الطب الاسنان، دي احدث الاشتراكات في فريق بحثي في الجامعه. اخر محور بالنسبه لاستراتيجيه وزاره التعليم العالي مرتبطه بجامعه المنصوره، التحول الرقمي دي كلها برامج تمتلكها جامعه المنصوره، وفي اتفاقات مع كل الجامعات الحكوميه او اغلبها والجامعات الخاصه والاهليه، والحقيقه طبعا تقدم خدمه منذ اكثر من 30 سنه زي ما حضراتكم شفتوا. الجامعه حصلت على المركز الاول في تقديم الخدمات التفاعليه، وايضا اختبارات الالكترونيه منظم التعلم، وده يعتبر شركه انطلاق، تم تحويل مركز الى شركه انطلاق. في عندنا 25 نظام الكتروني، وعندنا 22 تطبيق موبايل، وجهه مؤسسه 138 جهه مشتركه معانا في شركه انطلاق. مكتب التايكو وما حققه من انجازات ايضا. اختيار جامعه المنصوره من قبل شركه مايكروسوفت لتكون ايضا تطبيق لمبادره تدريبيه. جامعه المنصوره وفاق المستقبل، ده اللي احنا بنهدف ان احنا نحققه في الفتره القادمه. اللي في مشروعات مستقبليه ان شاء الله احنا بدانا في جزء منها زي الكليات التكنولوجيه موجوده في جامعه النهارده. موجوده عندنا كليه صناعه الاسنان وكليه الاطراف الصناعيه، ودي كليه هندسه الاساس، ودي بتخدم المنطقه هناك، ودي الحاجات اللي معالي وزير التعليم العالي اشاد بيها وبيسعى لها في الفتره المستقبليه. ايضا عندنا كليات جديده ان شاء الله في لجان تم تشكيلها لوضع مناهج دراسيه خاصه بها، كليه الاعلام ما عندناش في الدلتا اعلام خالص، كليه الاثار، كليه الالسن ما فيش في المنصوره، وكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه. ده ان شاء الله من المتوقع يكون لهم اجراءات مقدمه. ايضا في برنامج نوعي بيني بين اكثر من 3 كليات، ودي معالي الوزير الاشار له في اكثر من اجتماعات. الحقيقه انا بحضر مجلس اعلى الجامعات وبشوف الافكار وبنيجي نطبقها في مجلس الجامعه اليوم، فانا بشكر سيادته. برنامج علوم الفضاء لما رحنا الاقصر
فالحقيقة وجدت ان الجامعة عاملة برنامج في بينهم وبين الهندسة والحاسبات والمعلومات والعلوم، وهو في طريقه للاعتماد واستخراج اللائحة الرسمية له. ايضا في مشروعات مستقبلية، وده من المشروع الضخم اللي انا يعني يعتبر مشروع يعني اتمنى ان معالي وزير التعليم العالي يتبناه، هو مدينة طبية لمدينة جمصة. دي بقى تكون مدينة سياحية علاجية على مساحة 45 فدان، هم جاهزين الحقيقة عاملينها يعني جاهزين، الخطة الدراسة التجارية جاهزة والتخطيط جاهز وكل حاجة جاهزين فيها، يعني منطقة خضراء، منطقة طبية، فندق، منطقة تجارية، منطقة خدمات، لاندسكيب وطرق. الحقيقة الهدف من الكلام ده كله ان انا اخرج من المنطقة المزدحمة بالسكان، المستشفيات والمراكز الطبية هنا بتخدم 7 مليون مواطن في الدقهلية، انما احنا بنخدم بورسعيد وبنخدم كفر الشيخ وايضا دمياط، وبالتالي 5-6 محافظات من المجاورة كل بيضغط على المنصورة. وبالتالي الشارع اللي كنا ماشيين فيه مع الوزير ممكن الحالة بتتوفر لو ما وصلتش في اسرع وقت ممكن. فانا بخرج بالقطاع ده خارج المنصورة والمنطقة، اعتقد ده هيخدم التنمية المستدامة وهيخدم رؤية الدولة المصرية 2030. وده المخطط الاستراتيجي لها. احب ان انا اوجه شكر خاص لمعالي المحافظ الدكتور ايمن المختار يعني على دعمه لجامعة المنصورة والجامعة الاهلية، واي خدمات بنطلبها الحقيقة ما بتأخرش سواء في جمصة او في المنصورة، فالحقيقة دايما في تعاون بيننا مسكر. قضايا بتهمنا في المستقبل، احنا عندنا استشراف المستقبل وتلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع، بنسعى لبناء شراكات فعالة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وانا بوجه المجتمع المدني الشكر سواء كانت الجامعات الخاصة ممثلة فيها مجالس الأمناء أو الجمعيات أو رجال الأعمال، الحقيقة ما في يوم يتأخروا عن تقديم أي دعم للجامعة. أهمية تقييم الأنشطة والبرامج المقدمة، يعني مش هنشتغل كده، لأ لازم نقيم أنفسنا. كذلك الأمر تعصيم مواردنا الذاتية والانفتاح على الجامعات الإقليمية والدولية وتسليح خريجنا بأحدث معارف على مستوى أفضل الجامعات العالمية بما يزيد من حجم الطلب عليها. تدشين مبادرة مصر 2030 في عيون الجامعات المصرية، وأنا بشكر السادة رؤساء الجامعات اللي تعاملوا معنا فيها، وإن شاء الله أنا بعلن تدشينها النهاردة بحيث إن الفريق يبدأ يشتغل في الندوات الخاصة به. وكذلك تأمين فرص التعليم المستمر لخريجينا. استكمال اعتماد باقي الكليات الجامعة، عندنا 8 كليات متبقية، إنما في بعض البرامج إن شاء الله اتقدمت الاعتماد زي كلية الحقوق قدموا منتظر نتيجة، كلية التجارة إن شاء الله هتقدم، كلية التربية رفعت 5 برامج وفي 15-10 برامج جاهزين، وتربية الطفولة رفعت برامجها أيضا، الارتقاء بتصنيف الجامعة محليا ودوليا، تحقيق مركز أكثر مراكز أكثر بمسابقة جوائز التميز الحكومي والحفاظ على ما تم تحقيقه. حابب احنا بنصوت الزمن للوصول لافاق جديده للرياده والتميز، وشكرا لحضراتكم والسلام عليكم. الناس موتى واهل العلم احياء، والناس مرضى وهم فيها اطباء، والناس أرض وأهل العلم فوقهم مثل السماء وما في النور والماء، وزمرة العلم رأس الخلق كلهم، وسائر الناس في التمثال أعضاء. منذ فترة كانت فكرة فإذا هي تكبر وتنضج يوما بعد يوم، وإذا بالأيادي المخلصة من أبناء هذا الوطن تتسارع لحملها وتوليها الرعاية والعناية. إن وحدة زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة حلم تم تحقيقه وواقع تم بناؤه بأيدي أبناء جامعة المنصورة، مسلحين بالرؤية الواضحة والخطط المحكمة والتنفيذ الدقيق. بدأ المركز بقيادة الأستاذ الدكتور فاروق أمين عزت رحمه الله بتكوين فريق زراعة الكبد، وتأسست وحدة زراعة الكبد عام 2004، والتزمت بالأسس العلمية والأخلاقية والمعايير العالمية لزراعة الأعضاء.
عمل فريق زراعة الكبد في جناح يضم 20 سريرا بالطابق السابع في مبنى مركز جراحة الجهاز الهضمي ليصنع قصص النجاح والأمل ويخدم المرضى من محافظة الدقهلية ومختلف محافظات الجمهورية ومواطني الدول العربية الشقيقة. إنجاز عظيم، قصص إنسانية وتضحيات. فريق مكون من 27 طبيبا حقق صدارة القائمة العالمية للفرق الطبية المتميزة في زراعة الكبد. حقق المركز الثالث عالميا في زراعة الكبد بنسب نجاح عالمية تتعدى 90%. ونظرا لما تحقق من إنجازات واستكمالا للحلم، سيتم قريبا افتتاح المبنى الجديد لزراعة الكبد والذي تم الانتهاء منه بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. والآن مع كلمة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة. يوم قابلته وأنا طبيب مقيم وقال لي بالحرف الواحد: العلم والجراحة هتتعلمها، إنما الأخلاق تأتي من بيتك. ده كان أول كلمة سمعتها منه والتزمنا بهذا، وكان أستاذا
ومعلما ورائدا ونتج عنه هذا الصرح الكبير. لجنة وفاء لأساتذتي وزملائي الذين شاركونا في الجهاز الهضمي وبرنامج زراعة الكبد، المرحوم الأستاذ الدكتور نبيه أنور والزميل الأستاذ الدكتور نبيل جاد الحق والأستاذ الدكتور جمال العبيدي. أشكر رؤساء الجامعة جامعة المنصورة منذ نشأتها، ولكن أول الدكتور أحمد جمال موسى حتى الأستاذ الدكتور شريف خاطر، دول اللي عصروا برنامج زراعة الكبد وكانوا دائما خلف الفريق يوميا أسبوعيا شهريا، ولولا دعم الجامعة ما كان يوجد فريق زراعة الكبد بهذه الصورة في جامعة المنصورة. عمداء الكلية السابقين وبخاصة الذين عاشروا هذا البرنامج، شكري لمديري الجهاز الهضمي، الشكر والتقدير لرجال الأعمال المحترمين الذين وقفوا بجانب الجهاز الهضمي منذ إنشاؤه، لم يبخلوا بشيء عنا، من أول الحاج عادل عرفة، المهندس محمود عياد، الحاج عبد الرازق عياد الذي تكفل بمبنى القلب والصدر وكان مع الأستاذ الدكتور سيد عبد الخالق في مكتبه يوم جمعة وكتب التبرع لهذا المشروع. طبعا في حاجات كثيرة الناس تبرعت للجامعة أو لهذا الهضم واسم جراحة ب65 مليون جنيه، مش نقد أعمال، دول اللي سقطهم في هذا العمل فريق زراعة الكبد والعاملين في مركز الجهاز الهضمي. كان حلما if we don't dream we will not find what is behind us، وده مهمة جدا. معلش اعذروني هتكلم بالعربي لأنه صعب عليا، المحاضرة مفروض بالإنجليزي. بدأ العمل من بيت الناظر اسم 8 جراحة تحت قيادة الأستاذ الدكتور فرح عزت، وجراحة الجهاز الهضمي مركز الجهاز الهضمي، برنامج زراعة الكبد مركز زراعة الكبد، دي تطور المبنى. مشروع زراعة الكبد لم يبدأ من فراغ، بل سبقه خبرة طويلة في جراحات الجهاز الهضمي، خبرة خلال 20 سنة عام في جراحة الكبد والبنكرياس، حيث أجريت بالمركز أكثر من 2000 عملية جراحة الكبد. من هنا وبعد هذه الخبرة في مجال زراعة استئصال أورام الكبد، بدأت تظهر أعداد كبيرة من المرضى لا يصلح لهم التدخل الجراحي. من هنا بدأ المركز بقيادة الأستاذ الدكتور فاروق أمين عزة رحمه الله في تكوين وحدة لزراعة الكبد مهم جدا، قامت من البداية على الأسس العلمية والأخلاقية اللي تحتها 20 خط حسب المعايير العالمية لزراعة الكبد. إنشاء وحدة متكاملة من الأجهزة، سفر 12 من أعضاء الفريق من 91 كنا أقولهم أنا إلى إنجلترا في سان جيمس هوسبيتال، ورجعت بعد شهرين وبناقشه في مشروع زراعة الكبد، وكان الرجل صادقا الله يرحمه، قال لي يا محمد لنا ولنت ولا أحفادنا هنشوف هذا البرنامج في الوضع الحالي. في عام 2004 أرسل أحد 4 من أعمدة الفريق، أستاذ الدكتور محمد الشبري، دكتور طارق صلاح، عمرو ياسين، وليد الصراف، ومحمد السعدني إلى فرنسا لمدة 3 شهور للوقوف على البرنامج وإزاي يجرى العمل به. وسافر مجموعة أخرى إلى كوريا إلى أمريكا. طيب إذا أردت أن تبني مبنى مؤسس يستمر إلى سنوات طويلة يجب أن تضع الأساس، وأساس هذا الفريق أو هذا البرنامج
القيم، ودي لأول مرة يتعمل لجنة قيم في مصر، كان في المنصورة، فريق للجراحة، فريق للعناية المركزة، فريق أمراض بطنة، أشعة، وهكذا. ده الفريق لجنة القيم أول ما بدأت تحت رئاسة الأستاذ الدكتور سيد عبد الخالق وأستاذ البطنة الدكتور سيد والدكتورة زينب، ودولي مش من المركز محايدين، بيروح لهم الورق المريض قبل ما يعتبر في لجنة زراعة الأعضاء. مهمتهم يتأكدوا إن المريض ده يحتاج زراعة، إن المتبرع من عائلة المريض، وإلا ما كناش وقفنا على رجلينا بين العالم. وقف عالم روسي، عالم فرنسي بارتميسكي في موسكو 2016 في مؤتمر اتبعت المحاضرة، فواحد بيسم بيقول مصر مشهورة بكذا، وقف هذا الرجل وقال له أشهد أن المنصورة الوحيدة في الشرق الأوسط الملتزمة التزاما كليا بأخلاقيات زراعة الكبد من حي لحي. ولا لجنة القيم الحالية دي فريق الجراحة من 15 علم، فريق التخدير 8 أعضاء، فريق البطنة 6 أعضاء، فريق الباثولوجي 3، الأشعة، مكافحة العدوى، وكذلك مساهمة بعض أقسام الكلية معنا. دواعي عملية زراعة الكبد الكل يعرفها، فشل كبدي، أورام، عيوب، وهكذا. إنما مراحل تحضير المريض لزراعة الكبد مهم جدا، القرار لا يتخذ فرديا، دي متكامل. المريض هيدخل يعمل عملية، هيحتاج عملية، يقرر بجميع الفريق، يستكمل الأوراق تعرض على الفريق يوم الاثنين للموافقة، هيسافر لجنة زراعة، يعرض على لجنة القيم ثم إلى القاهرة، ويأتي ترتيبه قبل ما يدخل العمليات في الأسبوع التالي، يعرض مرة رابعة على الفريق. ما فيش فرد في الفريق منهم أنا يأخذ قرار فردي، القرار جماعي من 27 علم. دواعي عمل، شروط معايير اختبار المتبرع، الشروط يكون قريب سن معين، ما فيش عمليات، أن يكون موافقا على التبرع من محض إرادته وليس عليه ضغوط. ومرة في متبرع يوم العملية الصبح قال أنا خايف، أنا مش عاوز أتبرع، لغينا العملية وراح رجع من المركز. طيب هنا الفريق بيجد صعوبة في الحصول على متبرع. بسرعة بس. ارجع. ارجع كمان، ارجع كمان. ارجع كمان. الكلام ده أهم ما في موضوع زراعة الكبد، اللي هو خطوات إثبات درجة القرابة بين المريض والمتبرع. وهذا الكلام مهم جدا. أول حاجة الفريق كون لجنة من تخدير وجراحة وبطنة، ثلاث أعضاء التدريس، مهمتهم بعيد عن الفريق دراسة الأوراق المقدمة للتأكد من المتبرع، البطاقة الشخصية أو العائلية، أسيمة الزواج، القيد العائلي، وفي حالة عدم صلاحية المتبرع درجة أولى والثانية البحث عن الرابعة أو الخامسة. وهذه اللجنة تعرض هذه الأوراق على فريق زراعة الكبد. يعني ده مريض الأسبوع اللي فات جبنا 12 عضو من عيلته، 12 واحد لا يصلحوا للزراعة، وقدمت هذه الوثيقة إلى لجنة زراعة الأعضاء للموافقة على متبرع من الدرجة الرابعة أو الخامسة من العائلة. درجة القرار للمتبرعين نعرف أكثر الأعداد الأبناء ثم
أقارب الدرجة الرابعة، عدد الزوجات الذين تبرعوا 88 زوجة، بينما عدد الأزواج الذين تبرعوا 6. فيعني معلش كل يوم اثنين الساعة 9 الصبح، وهنا حتى في رمضان عندنا عدد يوم ما بدأنا الكل الجراحين والتخدير والعمال والفنيين بيجتمعوا مع بعض يكون في تجانس وتوافق بالفريق. مراحل تطوير العمل، بدأنا 2004 مع دكتور فرنسي عمل معانا 34 حالة، والحقيقة دكتور أحمد بنيوم والدكتور عمرو سرحان قرروا إن العمل ما يوقفش بعد موت الدكتور فاروق عزت، وعملنا اتفاقية التعاون مع جامعة عين شمس بقيادة الدكتور محمود البتيني، أقدم له كل الشكر والتقدير، والمرحوم الدكتور علاء فايز في جراحة الأطفال. ثم بدأ العمل بالفريق منفردا بعد الحالة 44 حتى الآن. أستاذ الدكتور أحمد جمال رئيس الجامعة في ذلك الوقت تشرف إن احنا جمعنا لتكريمنا في مكتبه يوم في سنة 2024/5، وكان لفتة كريمة من سيادته. على الحالة 1000، هذا المريض أول مريض تم عملية زراعة كبد له عشان نعرف هل الزراعة دي مفيدة، هل فيها مشكلة. والمريض ده كان عندنا يوم 6 مارس 2023 بعد 18 عام من عملية زراعة الكبد، هو من قرية دبانة مركز المنصورة. وبصحة هذا المريض أنا فاكره كان جاي على نقالة في شد غيبوبة ولا يعمل، النهاردة جايين بالمنظر ده بعد 18 سنة ويعمل ويجد وسط أهله. طيب، العبرة ليست بالوصول إلى القمة ألف حالة، بدأنا بالكافح نتسلق الجبل وصلنا إلى القمة بألف حالة، لكن الاستمرار بالوقوف على القمة ودي أهم حاجة في العمل الجماعي والتيم الجماعي، لازم نستمر وإلا هنخطف خطفة ونمشي، لا لازم نستمر. عند برضو في ثقة الدول العربية، 80 مريض من الدول العربية المجاورة زي اليمن، ليبيا، سوريا، فلسطين، والحقيقة دول مرضى يمنيين بعد العملية حضروا إلى المركز لتقديم الشكر للفريق. ده تم زراعة 30 طفل، وده الطفل ده بعد 6 شهور من العملية. دي مجموعة أطفال بتبتسم بعد العملية، ومع الدكتور طارق بركات المسؤول عن تحضير الأطفال. الصورة دي مهمة جدا. بعد أسبوع فات في الاجتماع الأسبوعي حضر هذا الطفل بعد 10 شهور من العملية ودخل القاعة عاوز يسلم علينا. فراح طالع على الترابيزه من نفسه وقف يعمل كده ويقول لنا متشكرين. ده التكافؤ، العلاقه بين المريض والعلاقه بين الفريق ومرضاه. توزيع المرضى خلال 20 سنه، بدانا بخمس حالات في العام وصلنا الى 90 حاله 2022. توزيع المرضى على محافظات الجمهورية، طبعا الدقهلية واخدة، انما معظم المحافظات ممثلة في هذا الفريق. عندنا 5 اعضاء هيئة التدريس من كلية الطب اجريت لهم العملية. فترات حرجة قابلت المشروع. 2007 توقف المشروع لمدة 6 شهور بعد وفاة الدكتور فاروق عزت، وما كانش هيكل للفريق.
هو كان الرئيس والمؤسس. تبع الدكتور احمد بيومي والدكتور عمرو سرحان بينا وقرروا الهيكل بتاع المشروع واللازم البدء فيه. ولن انسى عميد الكليه اجتمع مع اعضاء تدريس المركز في مكتبه المركز وخبط على الازاز بيده جدعا كثر وقال: هذا البرنامج ليس برنامج شخص، هو برنامج جامعة المنصورة وبرنامج مصر كلها، ومن يقترب من هذا البرنامج سأقطع يده. وأنا فوجئت بأستاذ بيقول لزمايله سأقطع يده. الحاجة الثانية، هل توقف المشروع أثناء الثورة؟ كان في انفلات أمني وكان عندنا أخصائي أطفال في شبه غيبوبة ومحتاج العملية اليوم. هل إحنا قلنا خلاص مفيش الأكسجين خلص؟ مفيش أكسجين؟ هل قلنا بركة يا جامع اللي جات بيتك ما جاتش مننا مش هتصلي؟ لا، أصر الفريق على العمل. اتصلنا بشركات الأكسجين في القاهرة والإسكندرية، رفضوا نتيجة لتعرضهم في الطرق. اتصلت بالنجدة، عميد النجدة أرسل قوة إلى الإسكندرية تحرس فنطاس الأكسجين حتى المركز في الساعة الثانية صباحا. فترة الضغط الشديد سنة 2016 المصانع كانت تغلق، احنا كملنا المسيرة ونزلنا في الصيدليات وجمعنا المحاليل واشتغلنا. دقيقتين بعد اذن السعرية. كورونا ما وقفناش، برضه مهم جدا احنا فيه والعالم فيه. حسب ما الدوريات ده 10 سنين 40 سنتر في اوروبا، السنتر بيعمل 3 حالات في السنه من حي لحي، احنا بنعمل العدد ده. طيب دي منشور النتائج، المنصوره مقارنه باعلى دوله اللي هي القريه الدوليه، احنا نتائجنا الى حد ما ماشيين في نفس الاطار. انجاز علمي، الجانب الإنساني لا يرد مريض بسبب الفقر. طبعا الرئيس عمل علاج الزرع مجاني لكل المصريين في المستشفيات الحكومية. احنا ليس عمال، احنا باحثين. وظيفة عضو هيئة التدريس البحث العلمي التدريس والخدمات، فلازم الجراح لازم ينشر وإلا هنبقى منتمشين داخل المنصورة. هنا بسرعة احنا نشرنا 40 بحث في زراعة الكبد. الدكتور احمد سلطان سافر الى امريكا، الدكتور عمر فتحي بسرعة، الدكتور محمد الشبري احد اعمدة الفريق حصل على جائزة افضل بحث في مؤتمر زراعة الكبد في اسبانيا، جائزة افضل فيديو، جائزة في المؤتمر الدولي بقطر. الدكتور طارق صلاح الانسان المتميز الجراح الماهر برضه نفس الكلام. الدكتور احمد سلطان حصل على هذه الجوائز، الدكتور احمد شحته وكان مصنف دوليا، الدكتور حسام حامد، الدكتور احمد عمرو ياسين رئيس فريق التخدير، وهذا الرجل من الاساتذه اللي بيبان يوم العمليه في العنايه جنب المريض. من هو الاستاذ الذي يبان في مصر كلها في يوم العمليات؟ هذا الرجل والفريق بتاعه. عمل بحث لعلاج ازاي تتعامل مع مريض بالمنظر ده، كتخدير 25 لتر سائل في البطن، عندنا من ده 30 مريض وجبنا هذا البحث. زملائه الدكتور وليد السراف، الدكتور المشيدي رئيس فريق الكشف عن اول وهدد بالقتل بسبب ان هو رفض متبرع، وانا تدخلت ودفعنا فلوس علشان طبعا كلامنا داخل المركز. دكتور محمود الصديق، دكتور محمد السعداني وزملائه، دكتور ايهاب عبد الخالق نشر مقاله مجله شهر من المجله عن في سطر العدد. انا كنت مصنف معلش في سنة 21 الأول على جامعة المنصورة، الأول على مستوى جمهورية مصر، والثالث على إفريقيا.
بسرعة تجيب مؤتمرات، أي مؤتمرات دكتور. الجوائز العلمية 21 جائزة عالمية أنا حصلت عليها، مؤتمرات دولية دي بسرعة خلاص خلصنا. دي مجرد صور دوكيومنتيشن لما هو حدث في الماضي. أسباب النجاح طبعا حب الوطن، الاجتهاد، دعم الجامعة والكلية، دي أهم عنصر في البروجريس في أي فريق. طبعا بسرعة ده كلام مرضى، إنما الشيء المهم ثانية واحدة هنخلص معلش. دول بعض حالات المرضى نتيجة زيادة أعداد المرضى. عندنا حوالي 250 مريض تحت التحضير، عدد مخيف، و40 مريض جاهزين للعملية. أدي عدد المرضى. طبعا لازم في مركز لزراعة الكبد، الحاج عادل عرفة ورئيس الجامعة والمحافظ في ذلك الحجر الأساس، فإحنا نتقدم له بالشكر الجزيل. ده طبعا قرار رئيس خلاص. إحنا عملنا اتفاقية مع الزقازيق، جامعة الزقازيق، وكان وقع الاتفاقية بالأستاذ الدكتور أشرف الدرباسي مع رئيس الجامعة، وقرينا 7 حالات. شكر خاص بكل المركز، مهندسين، هيئة التمريض في العمليات، في العناية المركزة، قسم المعامل والكمبيوتر وأرشيف الزرع والأرشيف العيادة الخارجية. كل عام وأنتم بخير. وأنا آسف على الإطالة، معلش أنا آخذ 5 أيام. الحضور الكريم، إن وضع خطة استراتيجية يجعل المؤسسات قادرة على تتبع خطواتها نحو تحقيق أهدافها بفاعلية أكبر، مشتملة على الأبعاد الثلاثية الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، والبعد البيئي. تهدف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تحقيق استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة من الناحية الصحية والتعليمية، حيث أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور في 7 مارس الماضي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030. كما عملت وزارة التعليم العالي على تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي لتطوير المنظومة الطبية بجامعة المنصورة، ودعم برنامج زراعة الكبد بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في مصر، لتنفيذ خطة الدولة للقضاء على قوائم الانتظار لزراعة الكبد. والآن مع كلمة معالي الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير وتحياتي لحضراتكم. كلمتي هتكون صغيرة جدا، يعني الحقيقة هي كلمة ترحيب وتقدير. وابتدي الأول طبعا برحب معالي الوزير الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برحب معالي الوزير المحافظ دكتور أيمن مختار، برحب بالزميل الأستاذ دكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، دكتور مصطفى أمين مكس أعلى الجامعات، برحب بالسادة الوزراء السابقين ورؤساء الجامعة السابقين، السادة النواب، برحب أعضاء التدريس، برحب بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أهلا وسهلا بكم يا فندم، برحب بالسادة أعضاء التدريس جميعا، برحب بأولاد الطلاب. أنا مش هطول علشان طبعا
برضو الترحيب على فكرة بالسادة أعضاء مجلس أعلى الجامعات، السادة الزملاء، أهلا وسهلا بكم. يعني مش عارف، أنا نفسي أرحب على كل الزملاء اللي موجودين، ومدى سعادتي الحقيقة النهاردة بوجودي مع حضراتكم جميعا. أنا عايز أقول حاجة، أنا النهاردة سعادتي الحقيقة لسبب لعدة أسباب. أنا مفيش كلمة محضرها بقدر ما هو كلمة من قلبي على اللي أنا شفته وسمعته في البرزنتيشن، سواء فيلم الفيديو اللي في الأول أو كلمة السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة ثم الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على المشروع، اللي بالحقيقة اسمحوا لي إن أنا في البداية إن أنا أسقف لكل فريق العمل المشرف الرئيسي الدكتور محمد عبد الوهاب. أنا النهاردة مقتنع تماما بأننا في عاصمة الطب والصحة في مصر. على فكرة مصر فيها أكتر من عاصمة، عاصمة للتواصل والثقافة، عاصمة للسياحة، عاصمة للطب، عاصمة للاقتصاد. بجد احنا عندنا potentials وعندنا من المقومات التي نستطيع ان نقول ان مصر في عصر الجمهورية الجديدة هي فعلا في ازهى صورها بولادها بامكانياتها بمقوماتها وبقيادتها. اللي عايز اقوله النهاردة اللي انا شفته الحقيقة، انا شرفت ان انا زرت تقريبا كل المنشآت الصحية وافتتحت وشفت من اول ازاي الخدمة التعليمية، خدمة الطلاب، ازاي المراكز الطبية المختلفة. النهاردة بنحتفل بمركز طبعا الالف او الحالة الالف في زراعة الكبد. برضو مررت وشرفت ان انا زرت زراعة الكلى باكتر من 3300 حالة، وطبعا زراعة المخاع، زراعة القوقعة. يعني موضوع الحقيقة لما أقول إنها عاصمة الطب والصحة في مصر باللي شفته بالأدلة العلمية، دايما في الاستاتيستكس لما نيجي نتكلم على البراهين وأقول لك بالأرقام، إحنا النهاردة شفنا في المحاضرة أو في البرزنتيشن اللي عرضها علينا كل من الحقيقة الدكتور شريف والدكتور محمد عبد الوهاب العديد من الأدلة اللي بتثبت هذا الكلام. عايز أعمل ستريس على حاجتين أسعدوني جدا في العرض، وده اللي حسيته وأنا النهاردة في مركز زراعة الكلى وبحضور أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد غنام وكل الأجيال اللي كانت موجودة، حتى الزميل الدكتور أعضاء التدريس اللي عرض علينا قد ايه انجازات المركز. والنهارده احنا بنشوف نفس المثل في درسين مهمين قوي في اللي اتعرض. اولا احترام الاجيال السابقه ومؤسسي هذه المدرسه الطبيه والصحيه والتعليميه. اللي شفناه النهارده ده اكبر مثال على ان قد ايه احترام أساتذتنا، احترام من بدأوا هذا المشوار، هو أكبر دليل على التواصل المستمر والاستدامة وصولا للحالة اللي احنا النهاردة بنحتفل بها. فأنا ده أول درس، روح العمل الجماعي اللي أنا شايفه ولمسته الحقيقة كانت بالنسبة لي أول درس الواحد شافه النهاردة وبنقله لكل أعضاء التدريس ولادنا الطلاب والسادة الزملاء. الدرس الثاني اللي هو الحقيقة برضو بتدين منصورة والتأهلية، هي دور المجتمع المدني في دعم المستشفيات الجامعية. أنا مفيش مكان زرته إلا ولقيت أحد نقدر نقول المتبرعين الداعمين والمؤسسين من المجتمع المدني والأشخاص. يعني أنا سمعت النهاردة أرقام من أشخاص وليس من بنوك أو مؤسسات، فاسمحوا لي أن أنا أحيي
كل من يتبرع ويساهم في اللي احنا بنشوفه. هما بيعملوا كده ليه؟ لان هو حاسس ان اللي بيحطه من دعم بيتحط في المكان الصح، بيتحط لخدمة الدولة، بيتحط لخدمة المجتمع لولاد البدينة اللي هو فيها. فالدرسين اللي هما فعلا انا شفتهم النهاردة بحجم التبرعات الغير عادي من اشخاص انا بشكرهم، وانا شايف قصادي بعضهم اللي بوجه لهم كل التحية والشكر، وبيهم ان شاء الله فعلا هنقدر نعمل رسالتنا لخدمة مش بس المجتمع الصحي والطبي، انما المجتمع التعليمي والمنظومة الجامعة. اسمحوا لي قبل ما انهي كلمتي، انا مش هطول يعني، انا متهيألي في عندنا شايف تكريمات كتير فمش هاخد وقت كبير. الرؤية اللي عرضها زميلي الدكتور شريف او دور جامعة المنصورة وجامعة الدلتا اللي احنا بكرة ان شاء الله عندنا في جامعة طنطا مع جامعة الدلتا كلها يوم طويل علشان تفعيل مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، واللي شفناه النهاردة السيفن بيلرز والتحالفات الإقليمية هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. لما بنتكلم على ان جميع الجامعات من جميع المؤسسات التعليمية، مش بس جامعات حكومية وجامعات خاصة وجامعات أهلية وجامعات تكنولوجية، الكل بيشتغل مع بعض في منظومة كاملة. النهاردة الحقيقة أنا بشكر تاني جامعة المنصورة ومن عاصمة الطب والصحة في مصر، أنا سعيد بهذا اليوم، بتمنى لحضراتكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. ليس الخلائق كلهم أكفار، لا يستوي الجهال والعلماء، لا يستوي نبع ترقرق ماؤه، يروي الأنام وصخرة صماء. والآن تبدأ مراسم التكريم، ليتفضل الأستاذ الدكتور شريف يوسف خضر رئيس جامعة المنصورة للمنصة لبدء فقرة التكريم. درع جامعة المنصورة، يقدمه الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة لمعالي الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. جامعة المنصورة، يقدمه السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة المنصورة لمعالي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. رجالة لو نزلتوا تحت المساحة يا جماعة، في خمس كاميرات ورا مش عارفين نصوركم. درع جامعة المنصورة، يقدمه السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة المنصورة لمعالي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية. درع جامعة المنصورة، يقدمه السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة المنصورة للأستاذ الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات. تكريم الأستاذ الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب.
تكريم الأستاذ الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي السابق للمستشفيات والمراكز الطبية. تكريم الأستاذ الدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي الحالي للمستشفيات والمراكز الطبية. تكريم المرحوم الأستاذ الدكتور فاروق أمين عزلف مؤسس مركز جراحة الجهاز الهضمي وبرنامج زراعة الكبد يتسلمها عنه الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على فريق زراعة الكبد. تكريم المديرين السابقين الذين ساهموا في برنامج زراعة الكبد. المرحوم أستاذ دكتور جمال العبدي مدير المركز الأسبق يتسلم التكريم نجله الدكتور أحمد جمال العبدي. أستاذ دكتور أمجد فؤاد رئيس أقسام الجراحة ومدير مركز جراحة الجهاز الهضمي الأسبق. أستاذ دكتور أحمد عبد الرؤوف مدير مركز جراحة الجهاز الهضمي السابق. تكريم المدير الحالي لمركز جراحة الجهاز الهضمي أستاذ دكتور حلمي عزر. تكريم ممثلي المجتمع المدني والداعمين لبرنامج زراعة الكبد. دكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا. أستاذ دكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس. الحاج عادل عرفة. الحاج عبد الرازق عياد. المهندس عبد العزيز المصري. تكريم فريق زراعة الكبد فريق الجراحة المرحوم أستاذ دكتور نبيه أكمل الغوالبي أستاذ دكتور محمد عبد الوهاب علي
قارئ. أستاذ الدكتور أحمد أحمد سلطان. أستاذ الدكتور عمر محمد فتحي. أستاذ الدكتور محمد مرسي الشبلي. أستاذ الدكتور طارق صلاح الحسيني. أستاذ الدكتور أحمد محمد سلطان. أستاذ الدكتور أحمد نبيه أنور. دكتور أحمد منير الهلالي. دكتور محمد السيد الدسوقي. دكتور رامي سعيد بيومي. دكتور أحمد شهدى عبد الله. دكتور حسام الدين حامد محمد. دكتور أحمد محمد إبراهيم الصبر. دكتور أحمد محمود عبد الرافع. فريق التخدير والعناية المركزة. أستاذ دكتور أشرف محمد وهبة. أستاذ دكتور عمرو محمد ياسين. دكتور وليد محمود الصراف. دكتور محمد أحمد المرشدي. دكتور محمود مصطفى الصديق. دكتور مصطفى عبد الخالق عطية. دكتور معتز ماهر عمارة. دكتور كريم أبو زيد.
فريق البرمة أستاذ دكتور محمد محمود السعلمي. أستاذ دكتور إيهاب السيد عبد الخالق. أستاذ دكتور طارق بركات. دكتور فايز المرسي مصطفى. دكتور ريهام عدلي زايد. دكتور محمد سامي. استشاري الأشعة دكتور أسامة شحتة. فريق الباثولوجي أستاذ دكتور خالد رفعت زلطة. دكتور وجدي فوزي الكاشف. دكتور رحاب طلعت. أستاذ المعامل أستاذ دكتور محمد العلاني. أستاذ فريق مكافحة العدوى أستاذ دكتور نهى بدر الدين المشرف. فريق الصيدلة دكتور نشوى عباس. دكتور منال صالح. الفرق المساعدة فليتفضل أعضاء الفرق المساعدة للمنصة للتكريم. مس أمل عبد الهادي، مس ليلى عبد الرحمن، مس دعاء سعد، مس همة مصطفى، أستاذ ليلى رمضان، أستاذ محمد جمعة، أستاذ أناني السجان.
أصحاب المعالي السادة الضيوف الكرام، ختاماً أتوجه إليكم بخالص الشكر على مشاركتكم الكريمة في هذه الاحتفالية، وكل التقدير إلى كل من ساهم في تنظيمه. لا نقول وداعاً ولكن نقول إلى لقاء متجدد، ولكم سلاماً عاطراً كما بدأنا. والآن يبدأ اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة معالي السيد الأستاذ الدكتور محمد